وغدا يعني ما من يوم الخامس والسادس ويوم 7 جونفي أكيد ستكون هناك زيارات لمناطق أخرى أو لمراكز أخرى. نظن يكون كذلك زيارات لوحدات خاصة الصناعات الحربية، لأن موريتانيا بلد إمكانياته المالية محدودة وما يقدرش يروح يشتري أسلحة جديدة، فالجزائر الآن توفر حلول من خلال تحديث الأسلحة المتوفرة عند الجيوش في البلدان المجاورة. ممكن الجزائر تقوم بعملية تحديث للأسلحة خاصة بالنسبة للقوات البرية ولا حتى الطائرات الهليكوبتر، ولا حتى ممكن توفر الذخيرة اللي راهي مصنوعة في سريانا. نظن راح يكون حديث عن إمكانيات التعاون فيما يخص هذا المنتج. طيب، هل لهذه الزيارة علاقة وإن كانت غير مباشرة بما حدث مؤخرا بالعدوان المغربي على الصحراء الغربية؟ وشوف، من سنوات موريتانيا بدا يبان فيها نوع من الاستقرار. موريتانيا تعرضت إلى هزات عبر الزمن، فبدأوا عندهم برلمان، عندهم رئاسة شرعية، نظن رايحين يدخلوا في الشرعية الدولية وما يسقطوش مرة واحدة أخرى في المؤامرات نتاع المخزن اللي كل مرة يساهم في زرع عدم الاستقرار في موريتانيا. حتى الآن درك بعد قضية القرقرات، يعني السلع اللي كانت تدخل من المغرب كلها الآن راح توقف. وموريتانيا راح تخلص من تجارة المخدرات اللي كانت تعبر حدودها. صحيح. إذن موريتانيا الآن محتاجة إلى استقرار، محتاجة إلى تعاون دولي فعال وفعلي، ما فيش التلوث نتاع المخدرات ولا اللي كانت تقطع حدودهم. نعم. في إطار التبادل التجاري. نظام المخزن يستعرض عضلاته هذه الأيام خاصة العسكرية. والله هو عملية هذه اللي راهم يتكلموا عليها مغالطة للشعب المغربي. يقول لك جبنا 24 طائرة أفساز، ويوهم الناس كل أنه الولايات المتحدة الأمريكية سلمت للمغرب آخر نسخة من طائرات أفساز. صحيح. نقدم المعلومة أنه هذه الطائرات استعملهم، أن النسخة هذه استعملها الجيش الأمريكي عند احتلال العراق. نعم. يعني قديمة جدا. قديمة جدا وتجاوزها الزمن. الولايات المتحدة الأمريكية ما هيش غبية، ما تقدرش تمد آخر سلاح من آخر طراز للجيش المغربي، مع العلم أنه ممكن يطيح غنيمة عند الجيش الجزائري. درك يقول لك أنا عندنا أبرام A1M1 نعرفوا باللي استعملوه في حرب الخليج الأولى سنة 91. نعم. يعني فاتوا عليه 30 سنة. احنا باش نقابلوا هاد الابرام مش راح نستعملوا معه تي 90 ولا تي 72 اللي حدثناه احنا، اللي قمنا بتحديثه هنا بايادي جزائريه. نعم صحيح. راح 10 مرات سوبريور عليه، اكثر فعاليه ب 10 مرات على هاد واكثر تركيز على الدبابه هذه اللي يتكلموا عليها. يقول لك جبنا صواريخ مضاده للاهداف الجويه. يقول لك بعيدة المدى بين 20 و30 كيلومتر، واش راح يحمي بها؟ يعني يطلقوا عليهم غير الدرونات هذوك اللي راهم الجزائر 54 و55، هذو وحدهم يقدروا يديروا فيهم واش يديروا. إذن احنا هذا السباق تاع التسلح ما يقدروش يدخلوا معنا في الصراع هذا، راهم غير يكلموا في الشعب نتاعهم ويكذبوا على الشعب نتاعهم كونكوا رانا نتسلحوا. وقوة الجيش الجزائري لا تقارن ابدا بقوة الجيش المخزني. قائد الجيش نتاعنا قال نحن اكبر دولة في المنطقة، ما قالش اكبر جيش، لانه نعم قال إلاونشيني، قال برئاستها بمؤسساتها بشعبها وبالجيش الوطني الشعبي. احنا الكل متلائم. نعم. كاين تلاحم بين الجيش وبين الشعب وبين مؤسسات الدولة. يعني دولة بعيوبها وبأخطائها وبالوزراء الفاشلين نتاعها، لكن تبقى دولة. نعم صحيح.
لانه كاين لحمه بين الجيش وبين الشعب. الجيش هو شعبي المبنى يعني. بينما ولاد الشعب لهم في الجيش. جنرالات المغرب هم اباطرة تجارة المخدرات. ماشي كيما القادة تاع الجيش نتاعنا ولا الجنود ولا الافراد العامدين كلهم انخرطوا في الجيش الوطني الشعبي للدفاع عن الوطن. ماشي باش يترفوا ولا ماشي كيف كيف، العقلية ماشي كيف كيف. ونشوفوا الصورة يعني خلات الشعب كل يراجع نفسه. لما السيد قائد الأركان تنقل بنفسه إلى ميدان المعركة بمسلمون، نعم مسلمون، تم القضاء على مجموعة إرهابية والرصاص مازال صحيح مازال دائما الرصاص، وراح ويتكلم مع الجنود صحيح ويتكلم مع الضباط ويمد توجيهات. يعني هذه حاجة تأثر في الجندي وتأثر في الضابط وتأثر في الصف ضابط، أنه يشوف قائد الأركان ما يسمحش فيهم، قال روحوا تموتوا وأنا هنا، لا أنا معكم في المعركة. ورحم الله الشهيد العريف رشدي محمد الرمح ترحمه عليه. الله يرحم كل الشهداء اللي راهم واقفين على حماية هذا البلد. وتقليد جديد اللي نشوفوه يعني منذ ما انتخاب رئيس تبون، أنه يموت عارف ولا جندي ولا ضابط ولا أي كان عضو من الجيش الوطني الشعبي، أي فرد يموت في خلال أداء مهامه، إلا أنه الرئيس يقدم تعزية ويبعث رسالة وتكون لأهله مباشرة غير متأخروش. وكذلك خلنا في تقليد جديد أنه اللي يموت في أداء مهامه مش العائلة اللي تدفنه، يكون مراسم يعني رسمية ويكونوا ممثلين عن الجيش الوطني الشعبي ويكونوا مسؤولين كلهم هما اللي يشرفوا على عملية الدفن. هذا التقليد كان في بداية الاستقلال. نفتحوا قوس هذه باش نفهموا باش الجمهور الكريم يفهم واش أهمية هذا الأمر. هذا التعزية نعم المباشرة في الاستقلال كان يعني مبدأ أنه ضباط جيش التحرير الوطني ما يدفنهمش عائلاتهم، يدفنهم القطاع العسكري بمراسيم بروتوكول عسكري بحت، يعني أنه ضباط جيش التحرير ما خلوهمش عائلاتهم برك اللي يدفنهم، تكون الجيش مساهم. وبدا التخلي عن هذا المبدأ خاصة في الثمانينات. نحكي حادثة مثلا باش نشوفوا يعني أهمية هذا الشيء. قصدي مربح ربي يرحمه عنده واحد خوه كان ضابط تاع جيش التحرير،